بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طلابنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا، درسنا اليوم هو اللغة الإنجليزية، ما يصير نترك اللغة الإنجليزية هالقد. أوكي طلابنا، درسنا هو حل أسئلة وزارية لسنة 2018 الدور الثاني. أوكي نشوف الأسئلة شلون تجينا، يلا نحلها. عندنا القطعة الخارجية احنا متفقين عليها، لا نحل الفرع اي ولا فرع بي، نروح الفرع سي من القطع الكتاب. فرع سي، answer five of the following questions. طبعا لازم تقرأ منطوق السؤال على مود تشوف انه فايف او كلهن تجاوب من الاسئلة. questions using the information from your text books. منين text books؟ يعني من قطع الكتاب. Samara's brother is very clumsy and he is always having فراغ complete. ايش عنده دائما؟ هو ايش عنده؟ عنده silly accident، حوادث سخيفة. ايش عنده؟ silly accidents. يلا، how often are، كم غالبا، are the Asian games held؟ يعني كد كل ايش قد يلا تعقد الالعاب الاسيوية. every 4 years، كل 4 سنين. سؤال مهم طبعا نجي هذا. The Bedouin used to eat a lot of meat before a falconry. قبل صيد الصقور، البدون يعني البدو يعني كانوا يعتادون على أكل اللحم، صح لو خطأ. Falls. Marsh Arabs live in arched houses built from concrete and bricks. طلابنا هنا أريدك تركز لي، لما يقول لك Marsh Arabs live in arched houses مو تنتهي تقول لي صحيح خلنا نروح خلي له صح. لا، لاحظ لي هنا من كلمة from concrete قاعد يقول لك من الكونكريت. هي منين مبنية؟ من الريس، من القصب. اوكي true or false؟ false. ابراهيم طبعا ما داخله ما نحلها. Libya is mostly desert and always very hot. true or false؟ true. يقول ليبيا هي غالبيتها صحراء، desert صحراء، and always very hot، وجدا حارة. سؤال اثنين، grammar and functions. do as required، اعمل كما مطلوب منك. نجات goes to the mall every weekend. طلابنا راح احل واشرح بنفس الوقت. شو يريدني عندي؟ question. سووا هاي question. المن انتبه، انتبه على الدفع المساعد على مود اخليه بالبدايه واخلي بس في علامه استفهام. لا ما عندي. ايش عندي؟ الزمن يا زمن، زمن المضارع البسيط. منين عرفت الجو؟ حاط لها اي اس، احذف الاي اس، ارجح ان الاصل هن داز. تمام تمام، خليتها بالبدايه. داز نجات جو تو ذا مول افري ويكند، وخلي علامه استفهام. منين عرفتها بعد انه زمن المضارع البسيط؟ من افري ويكند. اوكي عندي هاي اثنين. اي لايك بلينك فوتبول. دو يو؟ فراغ. اي بريفير؟ فراغ. ايش قايل لي؟ كومبليت ويوز تنس. هنا أنا بعد الدو يو دائما تخلي اي دونت، تخلي اي دونت بعد طبعا اللي بريفير. تجيب مثلا اذا حاط لك فعل اللي هو بلينك، مخليه مخليه تمام، ما مخليه انت تجيب بلينك وتخلي التنس مثلا هو اللي مطيك اياها. اوكي يلا، هسه عرفنا انه بعد الدو يو، بعد علامه الاستفهام، اي دونت. Make suggestion، سوي اقتراح. To your little brother، إلى أخوك الصغير. Who has a toothache، عنده ألم أسنان. See the dentist، see the dentist يعني شني؟ راجع أو اذهب إلى دكتور الأسنان. Let's، شلون تقترح عليه؟ عندنا هواي لكن أبسطهن. Let's see the dentist. صعبة لو سهلة؟ أعتقد جدا سهلة. أو كلهن ذني يصيرن. Would you like to see the dentist? How about seeing the dentist? ما زال هو بالاقتراح. أي واحدة من الاقتراحات تقدر تضيفها هنا، وتضيف شنو يجي وراها؟ أهم شيء هاي. أوكي مثلا هاي قبلها to، هاي هنا يتحول فعل ing، لكن هاي أبسطهن اللي هي ليس، لأن عندي فعل خالي من الإضافة. هنا عندي أربعة. Monkeys are more intelligent، بينما من كلمة more، than bears.
write the sentence using as. أعد كتابة الجملة استخدم as. شلون استخدمها؟ متفقين إنه شنو الاسم الثاني أجيبه بالبداية مع مراعاة الحرف الأول إلى capital bears. بعدين r بعد الr أو الاس شو خلي not أجيب واحدة من الاس خليتها. أجيب الصفة وين الصفة؟ بدون er أو est أو more أو most. رجح الأصل هالصفة أنت الله جبت. أجيب الآز الثانية خليتها والفعل الأول الفاعل الأول أضيفه بدل الثاني. وضحت؟ يعني الاسم الثاني آر نوت آر والنوت من عندنا أو إز والنوت من عندنا. تمام. define a policeman define a policeman ومن طينه هو protect people from the criminals. هنا أنا a policeman is someone who وتكمل الجملة. أوكي هاي أبسط تعريف هو يجيب لك إياه، إنه يجيب لك اسم التعريف والتعريف نفسه تجيب لك إياه. أوكي أنت مجرد تقول له is someone who. أوكي يلا. her father أبوها bought Layla new camera last week. complete the sentence in passive. طبعا اكو طلاب سالوني عن الباسيف فويس. الباسيف فويس انظر المن للفعل. اوكي هي زمن زمن الماضي. اذا احتاج الى ووز اذا مفرد الفاعل والى شنو وير اذا جمع. لو كان في زمن المضارع البسيط احتاج از وار. وضحت؟ هذا الباسيف فويس طلابنا الاعزاء يعني جدا بسيط. شنو معنى الباسيف؟ نحذف الفاعل نحذفه. اوكي حذفنا هير فاذر باوت ليلى نيو كاميرا. نجيب المفعول به دائما المفعول به بعد الفعل نجيبه بعد ما حذفنا الفاعل. خلينا ليلى يا زمن زمن يا زمن زمن الماضي. منين عرفتها؟ من كلمة باوت. ما عرفتها من كلمة باوت عندي دلالة last week last ويك. ركز لطلابنا معناها في زمن الماضي. شخص اختار هسه هو يريدين عند باسف ان باسف المبني المجهول. يلا اقول ووز وهنا تصريف ثالث للفعل والتصاريف طلابنا ان شاء الله راح نعطيكم اياهم كلهم قائمه وحدها. اوكي ووز باوت. اوكي لو كان في زمن المضارع كان قلت از باوت. يلا وكمل الجمله a new camera last week. هاي بالنسبة للأي. عندنا بي choose the correct choice اختر الإجابة الصحيحة. مازن دروف فراغ carefully yesterday in the trip yesterday carefully in the trip carefully in the trip yesterday. هنا أنا شجيب أجيب carefully ظرف مكان زمان. they don't mind spiders they don't mind spiders اهتموا للسبايدرز. neither do I neither do I ليش اختارت do I؟ لاحظ لطلابنا هنا نبيا زمن زمن المضارع. ابحث عن زمن المضارع نفي لو لو مثبت نفي اختار النفي اللي هي neither. وضحت اعتقد جدا وضحت. يلا هاي هنا عندي ماضي وهنا عندي للمثبت. اثنين ثلاثة there were no chairs so we have to sit on. هاي شو اختار لها الفلور؟ قايلين يونيك فريدة من نوعها there. اوكي if I was going to a old place if I was في زمن الماضي المستمر شو اختار هنا؟ اختار told لو would tell لو would tell ما زال عندي ماضي اختار ماضي would. اوكي عندي مضارع اختار will. خمسة my family decided to buy the house the house which has a big garden which has ليش which اختارت؟ لان هاي وير عن المكان whose يعني التملك هنا which اللي حديقته كبيرة. اوكي اللي حديقته كبيرة يوصف. I have lived in this village I have lived in this village فراغ I was 3 years old I was 3 years old since 4 from
فور طبعا هنا لمدة هالفترة هاي، لكن سينس ما زالت مستمرة هاي الفترة غير محددة. الفور نختار لها فترة محددة زين، يعني من سنة كذا إلى هذا اليوم. أما السنس ما زالت مستمرة. I have lived in this village يعني since I was 3 years old. لاحظت هنا شني؟ إنه السنس تأتي من تأتي الفترة الغير محددة. يلا وأيضا تأتي ويا التاريخ مثلا يعني السنين. أربعة سؤال ثلاثة. عندنا سؤال ثلاثة هنا يقول لي vocabulary and punctuation. vocabulary and punctuation يعني هاي التعاريف وغيرها. choose words from the list that suit the following definitions. يعني اختار من هذه الصندوق المناسب. to sit يعني عندي fit بيطري. advertisements إعلان. ancient قديم. documentary حقائق. fishing هنا صيد أسماك. exports تصدير. هاي هنا لازم انت تعرف التعريف هذا عائد لهذه الكلمة. اوكي to sit by the river لتجلس بجانب النهر. with a long thin road مع يعني قصبة طويلة. شن سهلة fishing صيد أسماك. it gives information تعطيك information about one subject. من تلقى كلمة one subject دائما اختار لي documentary وثائقي. اوكي things that a country produces من تلقى كلمة produces تختار لي exports. اوكي او تلقى contrary to other countries. contrary to other countries ركز لي على هاي. contrary to other countries تختار لي exports. هاي اسئلة وزارية طلابنا مو من جيبنا الخاص. يلا someone who takes care of sick animals من تلقى sick animals حيوانات مريضة تختار لي vet بيطري. اوكي very old جدا قديم ايضا تجيني ancient جدا قديم. words or picture من تلقى كلمة words معناها كلمات او pictures او صور. to help sell things to help تلقى help sell things تساعد على بيع الاشياء. شو نصح له advertisements. اوكي advertisements match the verbs تعرفوا له طبعا هي هاي صيغة الاسئلة. match the verbs unless a with the less b يعني واصل بيناتهم. عنده فوق do draw listen to when have fly. يا حبذا اذا تعرف ترجمتهم ترجمهم اكتب فوقهم. a picnic a middle the plane a mob a gymnastic the radio. طبعا الاولى لاحظ الاجوبة هاي موجودة. الاولى do احنا متفقين جيمناستكس. اوكي دراو يرسم. يرسم هنا ايش يرسم لي؟ لاحظوا طلابنا يرسم اماب. شنو ماب؟ خارطه. اوكي 3 listen to. listen to شنو يعني معناها listen to؟ يعني يصغي ذا راديو. وين وين يربح احنا قايلين على الوين يربح امدل. اوكي يلا هاف دائما تاتي معاها a picnic هذا picnic. fly يطير the plane الطائرة. اوكي يعني ذني يعتمدا على المعنى اللي انت تعرفه وحسب اللي انت اخذتهم توصيلات وقريتهم ما بين اختلاف ابدا ولا غيرهم بهم. هاي هنا complete يعني اختار ما بين ما بيناتهم. عند هنا يقول لي complete the following sentences طبعا اختار المناسب. I am too فراغ طبعا strongly weak to carry that heavy books. طبعا احنا عندنا heavy books هاي تعتمد على المعنى. weak اختار لها انا جدا ضعيف. I am too weak. TV presenters have to speak clearly لو quickly clearly بوضوح quickly بسرعة فهنا نختار لها clearly. okay if you get better job you can earn اذا عندك وظيفة earn معناها شني هاي لازم انت حافظها. earn يعني تجمع. lose تفقد. اوكي cars have GPS because لو so that دائما اختار لي اترك لما تلقى GPS have cars have تختار so that لو تختار can. a firefighter لو الدكتور هو
is someone who works in a hospital. من هو اللي يعمل في الهوسبيتال؟ دكتور. ايش طلابنا؟ عندنا الاخيره ابراهيم was interested of لو ان انيمالز فروم ان ايرلي ايج ان انيمالز اوكي ان انيمالز يلا هاي طبعا هذا السؤال كله يعتمد على المعنى هذا يعتمد على المعنى قاري معاني تقدر تجاوب بنكتويشن مارك هذا ابو الخبز ريلاي ذا فولوينج سنتنسز كوريكت كابيتال ليترز اون بنكتويشن مارك اعد كتابه صيغه الجمله اوكي I would like to accompany Fires to Turkey next November. من هن اللي خليهن capital letter. أول حرف أخليه capital letter. خليته. شو عنده هنا؟ لازم برا الد الود اللي هي بس حرف الد نحط ضمة. Like to accompany ماكو عد اسم Fires. Okay. تركيا اسم. تركيا اسم. تو تنزل طبعا هنا أنا خطأ مطبعة طلابنا next November شهر بدايته capital بالأخير نقطة أضيف نقطة مهمة أي مهمة تحسب درجة أوكي طلابنا ركز على هالشيء عندنا question 4 story time and spelling عندنا القصص الكتاب والspelling do as required what does سلام أحمد want to be ماذا يريد أن يكون سلام أحمد He wanted to be a reporter. مو ترحون تخلوه على ذاك كريم. لا. يقولون شاعر. لا. ركز على الاسم طلابنا. What was the brigadier surrounded by when labor pains began? يعني بماذا أحاطت الغزالة الحامل؟ بيش؟ A hunter, a forest fire, and a lion. اوكي يلا The Alman family understood the moral lesson and made their frog complete former professor feel happy اوكي طبعا هنا السؤال الأربعة Did many customers watch the old طبعا هنا the old man وليس the old خطأ مربعي with love and respect طبعا هنا بادي بي من السؤال ابدد لازم الجواب يكون بيس ونو افهم السؤال شي يقول له هو يقول لي هل الزبائن نظروا للرجل الكبير باحترام نو ذي ديدنت كريم's dream was to be famous دكتور true or false كريم راد يكون شاعر وليس دكتور اذا فولس the name of the new book كريم was wants to buy is اسم الكتاب اللي راد كريم يشتري island of salt يلا نروح للسبيلنج book صارت books knife شو تصير knives small smaller بالمقارنة good مقارنته ما ضيف لها ar خطأ هاي شاذة better clean cleaned ما ضيها leave left happy عكسها sad hard working عكسها lazy hard working يعني مجد أو عليزي كسول Iraq صارت Iraqi Spain Spanish clear clearly angry angrily تمام طلابنا هاي بالنسبة للسبيلنج لاحظتوهن شي يجيب لك يجيب لك واحدة جمع واحدة مقارنة واحدة بالماضي واحدة معاكسة واحدة الأقطار تحولها لجنسيات واحدة ظروف ليش تجينا اوكي طبعا هذا السؤال جدا مهم يقول لي written component اكتب انشاء write about country make use these notes طلابنا اكتب حول بلد ويقول استخدم هذه the name of the country its capital the site the population the crops the climate the exports يعني يقول لي كل هاي استخدم لياهن عاصمتها وين تقع السكان مالتها محاصيل مالتها اوكي التصدير مالتها كل هاي يقول لي استخدمهن لازم استخدمهن الثاني write about your life اكتب حول حياتك make this ايضا هذه الاسئلة Our name, you live in, your father, other sisters and brothers, okay? Where do you stay now? أين تكون الآن؟ كل هذه قل استخدم لياهن لما تكتب حول حياتك طبعا هاي بالفصل الرابع وما داخله. Okay طلابنا فركز
شفتون شلون تجاهل الكلمات؟ لازم تركز عليها. لهنا انتهى درسنا طلابنا الاعزاء، اتمنى من الله سبحانه وتعالى توفقنا بايصال المعلومه لكم، والسلام عليكم ورحمه الله.